الحمد لله. مالكوا انتوا الجوز مساهمين كده ليه؟ بصراحة بأكد بغيبة، أنا رحت زرت أمي النهاردة. أنت مجنونة؟ إزاي تعملي كده؟ وأنت يا زينب إزاي تسيبيه؟ ورب الكعبة قعدت أقول لها لأ لأ وهي ما سمعتش الكلام. حقك عليا والله ما كان قصدي، بس أمي كانت وحشاني قوي، وبعدين كنت هموت لو ما شفتهاش. أنت كده فعلا هتموتي، هتضيعي نفسك وهتضيعينا معاك. عملت كده ليه؟ يا أخويا ما تزعليش كده وأقول لك معلش، ضمي برضك. وأنا راجلي لما اقول لك كلمه تتسمع. يا بنت انا خايف عليك. انت ايه امي ولا حاجه؟ استني محدش يتحرك منكم تجوز. اوعي الله 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 نصار تعال. عيب يا نصار. اقعد. عرفت مكاني منين؟ مين اللي دلك على مطرح ابوني؟ عيسى الوزان ها بترابوني؟ عيسى ما يعرفش اني هنا وانا ما بلغتوش حاجه عن المكان ده. اتكلم ابوني، عاوز مني ايه؟ اديني فرصه اتكلم طيب وافهمك. انت بقولك انا جاي اقولك ان مش حنا اللي قتلت فرن ومعايا اللي براها. رقبتي يا نصار رقبتي، مش كده ده انا فطرحك يا اخي. راح فيه؟ أمان ما تقلقش أفهمك. إيه ده؟ دي الإزازة اللي ضربت بيها جوز أمي. خلاص مش عايز أسمع صوتك. طمن يا نصار أنا جاي ليك مش عليك، مش جاي في غدر. إهدى وهفهمك. خش بنت الجوز. يا الله. أنا أول ما شفت عيسى الوزان بيقتل فرج قدام عيني اتفاجعت، ما صدقتش. انا مش اول مره اشوف مصايب عيسى الوزان، بس المره دي خفت. اذا كان قتل الراجل اللي خدمه سنين وعاش طول عمره وسطينا، بس وانا بدفن فرج قلت لنفسي ما انت ممكن تبقى مكانه في يوم من الايام. ساعتها بس عرفت واتاكدت ان انا قعدت طول عمري بقدم واحد ملوش عزيز ولا غالي. ايوه بس انت كده في خاطر ابوني. عيسى لو شم خبر انك هوبت ناحيه مطرحي ده يدفنك جنب فرع. انا كده ميت وكده ميت يا نصار، يبقى موت نضيف وما خليش حد تاني تحت رحمه عيسى الوزان. بس اختك حنة لسه تحت رحمته. انت قصدك عشان التسجيل اللي معاه صح؟ ايه صح. طب قول لي انا ممكن اعمل ايه؟ وانا هعمله. انا معاك في اي حاجه يا نصار. كتر الف خيرك يا بني، انت عملت اللي عليك وزياده. المره دي انا اللي هعمل. اشرب الشاي.